بسم الله الرحمن الرحيم. بنقسم البريفنشن لأربع مراحل: برايمري، سكندري، تيرشري اند ريهابيليتيشن، ودي متعلقة بال duration of illness او natural history of the disease. اقول برايمري امتى وسكندري وتيرشري بناء على ايه؟ على الريليشن بتاعت الميجرز اللي انا باخدها دي في المرحله بتاعت الديزيز. يعني مثلا عندي البرايمري بريفنشن دي ميجرز تاكن تو بريفنت ديزيز اوكرنس في المرحله اللي بيكون لسه فيها البيرسون هيلثي healthy person في مرحلة no disease. المرحلة الثانية pre-clinical phase اللي هي the person shows no symptoms or sign. measures بتاعتي باخدها اللي المرحلة اللي بعدها الفيز اللي بعده clinical phase اللي فيها بتبدأ symptoms to appear وبعدين disease diagnosed وممكن ادي therapy. المرحلة دي اللي بسميها clinical phase في natural history of the disease دي ب أني نوع من ال prevention بستخدمه أو ال measures بتاعتي هنا ال tertiary prevention. طيب كنا بنقول إن في آخر natural history of the disease بنقول clinical outcome، وكنا بنقول ان الكلينيكال اوت كام ده يبقى يا اما العيان بيخف يا يموت يا يحصل له ديسابيليتي. طيب لو حصل له ديسابيليتي هل بستخدم نوع من البريفنشن؟ في برضو استخدم بريفنشن اللي هو الريهابيليتيشن هو التاهيل. اجي اشوف البرايمري بريفنشن زي ما قلنا انه بستخدمه في الفتره اللي هي before onset of the disease. يبقى الديفينيشن بتاعه refers to actions taken to prevent the development of a disease in a person who is well and doesn't yet have the disease. لسه ما حصلوش اي اصابة. الobjectives بتاعته انا بعمله ليه؟ to prevent the occurrence of the disease. يعني انا بمنع حدوث الديزيز نفسه في شخص هيلثي. طيب البرايمري بريفنشن ده، طيب ممكن اعمل ايه الاكتيفيتيز اللي اقدر استخدمها مع شخص هيلثي؟ الاميونايزيشن طبعا، انا لما بطعم شخص هيلثي ما بديش لديزيز، اذا دي برايمري بريفنشن، وبرضه بطعمه علشان امنع حدوث الديزيز. health education بعمل health education، اعمل ندوات، اعمل محاضرات، اعمل تجمعات للاهالي وفرق تثقيف صحي علشان اواعي الناس بالمرض وطريقه انتقاله، وبالتالي كده بعمل لهم health education to prevent the disease. ايه كمان ممكن اقدر اعمله؟ nutritional and food supplementation. احنا عارفين طبعا ان الهوست من الهوست فاكتورز preventing disease occurrence ان good nutrition. فانا لما اعمل له nutritional and food supplementation يبقى كده بساعده ان هو يعمل ايه؟ primary prevention disease. Dental Hygiene Education ده من ضمن الـ Health Education لكن خاص بالأسنان والـ Oral Health Service. بالنسبة للـ Secondary Prevention بنقول إن its definition is to identify infected people who shows no clinical signs or symptoms of the illness. يعني دول infected person بس لسه في مرحلة الـ Pre-clinical phase. الobjectives بتاعتي طبعا ان انا اعمل early detection of the disease، لان كل لما اكتشف الديزيز بدري كل لما يكون علاجه اسهل واسرع وجايب نتيجة اكتر. طيب اعمل ايه services والactivities اللي انا ممكن استخدمها؟ اول حاجة screening test، ودي انتوا درستوها طبعا في الاحصاء وعارفين
ان من احسن الاكزامبلز ليها اللي هي بريست سيلف اكزامينيشن اند ماموجرافي، زي ما هو بيتعمل حاليا في حملات كشف اورام الثدي. طيب بيريودك اكزامينيشن برضو دي لما عيان بيروح يعمل شيك اب على نفسه كده، بس مش عيان يعني اي بيرسون كده بيعمل شيك اب على نفسه ويكتشف الدكتور انه وهو بيقيس له الضغط ان هو هايبر تنسيف وما كانش بيشتكي من حاجه، دي تعتبر بيريودك اكزامينيشن عمل لي استخدمته في الايرلي ديتكشن اوف ذا ديزيز. بالنسبه للتيرشري بريفنشن ديفينيشن دي نوتس تريتنج كلينيكالي الانديفيدوالز تو بريفنت كومبليكيشنز اوف ذا ايلنس، يعني دول بيشنتس وفي مرحلة الكلينيكال فيز showing symptoms and signs أو عملت لهم diagnosis خلاص وبديهم التريتمنت بتاعهم. أنا بعملها ليه؟ to prevent the complication of a disease، لأن هو disease حصل خلاص، بس أنا اللي بقدر أعمله إن أنا أعمل إيه؟ prevention of complications of the disease. طيب إيه الأكتيفيتيز بتاعته؟ activities اساسا هو treatment of the illness، انا بعالج طالما ان هو قدامي عيان وبيشتكي وانا شخصته وهو في الكلينيكال فيز طبعا، فايه اللي قدامي غير ان انا اعمل له treatment، وانا بعمل له treatment علشان to prevent ايه الكومبليكيشنز. ومديني example physical therapy that prevent complications، ومديني اي زي مثلا joint contracture ان انا بعمل له physiotherapy علشان امنع اي shortage يحصل في المسلز بتاعته. بالنسبة لاخر level of prevention اللي هو rehabilitation اللي هو اعادة تأهيل البيشنت اللي هو بيبقى paralyzed او عنده disability علشان اقدر اخليه يقدر يتعامل مع الكوميونتي حواليه، مع يتواصل مع المجتمع، يتعلم مثلا اي مهنه تعوض الديسابيليتي اللي عنده. فبنقول assisting the handicapped person to improve their quality of life. نيجي بعد كده للجزئية اللي بتوصف ان في تو ابروش تو بريفنشن، بوبوليشن بيزد ابروش اند هاي ريسك ابروش. دول اللي عايزين نعرف فيهم ايه؟ نعرف ان البوبوليشن بيزد ابروش ده بيبقى ابلايد على الانتاير بوبوليشن، وده ميجر must be relatively inexpensive and non-invasive، لان احنا عرفنا في السكرينج تيست قبل كده ان اللي بنتعامل بيها مع population عدد كبير من population لازم تكون inexpensive non-invasive simple وهكذا. انما لو انا هستخدم تيست على مجموعة معينة من الناس عدد مش كبير فمش بالضرورة تكون، افرض اضطريت ان انا استخدم expensive method او invasive او تكون complicated نوعا ما، بس المهم ان انا هحقق الغرض بتاعي على اساس ان انا محتاجة اعمل مثلا تحليل لعدد كبير analysis لعدد محدود من الناس علشان اكشف أمراض معينة زي الهايبركوليستريليميا. في بعض الفاميليز بتلاقيها عالية الكوليسترول عالي، فممكن إن أنا أستخدم قياس الكوليسترول إن بلاد ده ممكن، أو إن أنا أستخدم طرق في برضو طرق تانية تحاليل متقدمة أكتر وهكذا علشان نعرف السبب، ودي ممكن تكون more expensive ومore invasive. فالأول إن الطريقة الأولى اللي هي الـ population based دي
بستخدمها في الانتاير بوبوليشن، يعني عدد كبير قوي، عشان كده بسميها بوبوليشن بيست. الطريقة التانية بستخدمها في الهاي ريسك جروب بس، بتبقى ليميتد لجروب معينة، عدد معين من الناس، ودي بسميها هاي ريسك ابروش. بالنسبة للهيلث بروموشن، علشان نفهم الهيلث بروموشن نقول بروموت يعني ايه. بروموت تو means to encourage or to empower، يعني نشجع او نشجع مين بقى؟ نشجع people to increase control over their health، يحافظوا على صحتهم، و to improve their health، يعني اساسا to improve، لتحسين، تحسين الصحة. دي حتى الهيلث بروموشن ده بنسميه تحسين الصحة. الاوبجكتيفز ايه؟ injury prevention، يعني انا لما اعمل للانديفيديوال هيلث اديوكيشن تو بريفنت انجري بريفنشن، دي حاجه. من ناحيه تانية ممكن الجوفرنمنت بتساعد ان الطرق تبقى من غير امنه، بحيث ما يحصلش حوادث كتير. ممكن انفايرمنت نفسها تساعد. فاحنا عندنا ثلاث محاور بتشتغل على الهيلث بروموشن، وهنتكلم عنها في الاكتيفيتيز. بعد كده دراج ابيوز كنترول، برضو نفس الكلام. الدراج ابيوز بنعمل هيلث اديوكيشن للانديفيدجوالز تو يوز دراج ان ابروبريت مود، ما يستخدموش الأدوية زي الأنتيبيوتكس مثلا، يستخدموها كده عمال على بطال، يعملوا البكتيريا ريزيستنس، تبقى ليها السلبيات بتاعتها وهكذا، أو يحصل منها توكسيستي. برضو الألكوهول كنترول والمنتال هيلث والهيلث بيهيفير ريليتد للإيدز والسيكشوال هيلث. طبعا هو مديني بعض أمثلة، مش كل حاجة موجودة هنا في المذكرة اللي احنا مرتبطين بيها، لكن في أمثلة لها كتير، لكن احنا بناخد بعض الحاجات اللي موجودة. برضو هنيجي نشوف بقى الهيلث اكتيفيتيز. الهيلث بروموشن اكتيفيتيز انكلود ايه بقى؟ بوليسيز، السياسات بتتخذها الجوفرنمنت علشان تساعد الانديفيدجوالز او البيبل تو امبروف ذير سيلف. زي ايه؟ زي التوباكو يوز، الكحول، فيزيكال ان اكتيفيتي. دي حاجات كلها ريسك فاكتورز، يعني ريسك فاكتورز بتاثر على صحتهم. بيبقى فيه سياسات بتتخذ، مثلا منع التدخين، او بيجوا مثلا الجوفرنمنت بتلزم كل شركات التدخين ان هم يرسموا صور مرعبه مثلا على السجاير، علب السجاير، او يزودوا اسعارها، ووزاره الصحه بتاخد جزء منها، وهكذا. ده توباكو يوز. الالكوهول وبرضو نفس، طبعا احنا الدين عندنا معظمنا ما عندناش المشكله دي في مصر كمسلمين، ولكن برضو بيبقى في بعض الهيلث اديوكيشن بالنسبه للالكوهول، وفي منع طبعا لتداول الالكوهول في المحلات والسوبر ماركت، مش زي دول اوروبا وغيرها. وده طبعا اللي بيفرض علينا ديننا والحمد لله. الفيزيكال ان اكتيفيتي برضو عن طريق الهيلث اديوكيشن، و دي ريسك فاكتور. انا بعلم البيبل بالهيلث اديوكيشن ازاي يحافظوا على صحتهم بالفيزيكال اكتيفيتي، علشان طبعا ده يعتبر ريسك فاكتور. الانسان اللي كسلان ده واللي ما بيتحركش ده ممكن يجيله امراض اوعيه دمويه، ممكن يجيله امراض كتيره. برضو الاوبستي نفس الكلام، واحنا عارفين الريسك بتاع الاوبستي. واخيرا السبستنس ابيوز عموما، سواء دراج او اي شيء بيستخدم ممكن يعمل لي توكسيستي انكلودد معانا.
بعد كده الدايتري اند نيوتريشنال انترفينشن، ده تدخل لمنع البروفنت المال نيوتريشن. وكنا خدنا منها مثل انه هو البروست شارت اللي بتتعمل للبيبي مثلا في الوحدة الصحية، وهو رايح الطعام بيفضل لحد ما يخلص التطعيمات بتاعته، في جروث شارت دي زي تعتبر زي بيريودك اكزامينيشن. حاجة كمان الألبان اللي بتوزع على الأمهات للأطفال المولودين في الوحدات الصحية، التغذية اللي في المدارس وهكذا. يعني دي زي إجراءات بتاخدها الحكومة لمصلحة المواطن ولتحسين صحته، ده بجانب طبعا الـ health education اللي بيقدم للـ people. بعد كده استراتيجيز بقى ل استراتيجيات ل to promote sexual reproductive health and family planning services. زي ما بنشوف في الـ family planning units بيقدم كل وسائل تنظيم الأسرة وكل الاستشارات والنصايح لكل اللي بيتقدم ويتعامل، ومش بس بيستنوا لما حد بيجي لهم، لا بيعملوا برضو تسقف صحي، وسواء بالندوات او بالاعلانات او الاعلام، يعني وسائل الاعلام المختلفة. واخيرا to prevent domestic violence، يعني بتكلم بقى عن العنف المنزلي، ان في بعض الناس بتمارس العنف، including public awareness يعني بيزودوا لهم الوعي. وبكده نبقى خلصنا الجزء بتاع الشابتر 4.